دعوة الرئيس سعد الحريري المرشحين الثلاثة للنزول إلى البرلمان والقبول باللعبة الديمقراطية وجدها التيار الوطني الحر خطوة إلى الوراء. جديد. اثنين، بدل ما يكون جايب معه حل جايب معه عقدة جديدة، لأنه طريقة الفوقية اللي حكي فيها هي طريقة غريبة علينا بالنسبة لنا كلبنانيين. يعني اليوم كل الأفرقاء السياسيين بالبلد بيعرفوا أنه المجلس النواب ممدد له صار مرتين، يعني فقد مشروعيته، طبعا نقول شرعيته، فقد مشروعيته مجلس النواب. لهالسبب هيدا أي انتخاب لرئيس جمهورية جديد بده يكون في تفاهم بين اللبنانيين على رئاسة الجمهورية، أنه يجي يقول تفضلوا نزلوا ثلاثة على مجلس النواب ربما آخرون. يعني معناتها هو عارف أنه العقدة هون، لأنه العقدة مش عم نتفاهم مع رئيس الجمهورية أنه تفضلوا نزلوا، لا أنا بقول له تفضلوا على انتخابات نيابية. القوات بدورها نالت حصة من خطاب الحريري، والتوضيحات التي صدرت لاحقا لم تحل دون توقف الاستياء القواتي. الكلمة اللي توجه فيها للدكتور جعجع فيك تغذيها على معنيين، اما سلبية اما فيها نوع من الدعابية اذا بدك. انتو كيف اخذتوها؟ لا نحن اخذناها بالحل الثاني، انما بعض طبعا بعض المحاسبين يلي بتعرف اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بيفلتوا بيصيروا يحكوا على ذوقهم، طبعا اذا نحن ما بنتبنين، ما بعرف اذا قصدها الرئيس الحريري او مش قصدها، وخصوصا لما بيقول كنت وفرت على المسيحيين وعلى لبنان، وكانه الدكتور جعجع هو اللي صلب المسيح وبعده لليوم، وهيدا كلام يعني يسمح لنا، لا مش مزبوط، لان اليوم اللي كانوا اذا بدك لاعبين بالساحه اللبنانيه اخر مسؤوليه تجي على الدكتور جعجع، استعرضيهم كلهم اليوم بالحكم من 30 سنه لليوم، بتلاقي اخر واحد بيجي هو بالمسؤوليه. باقي الاطراف المعنيه تنتظر بعض المواقف المزمع اعلانها في اليومين المقبلين، مع ترجيح سائر الاطراف بان الانتخابات الرئاسيه باقيه في البراد السياسي الى حين تبلور الوضع الاقليمي. باسل العريضي، قناه الجديد.